تفريز البرتقال النهارده هنفرزه بطريقتين. الطريقه المعتاده بتاعتنا اللي احنا بنشيله في اطباق وتبقى متقطعه مع الجزر علشان تطلعي الطبق على طول، تروحي شايلاه حاطاه قصدي في الخلاط مره واحده وتبداي تشتغلي بيه. بسم الله. ادي ده جزر مسلوق، مسلوق في ميه وسكر، مسلوق في ميه وسكر زي ما حضراتكم شايفين كده. طيب الناحيه الثانيه تفريز البرتقال ينزل معانا يا جمل. بصوا كده، دي الميه اللي نزلت من الجزر، وادي البرتقال بتاعنا، وادي الاطباق الفل اللي هنفرز فيها. بالشكل ده كده، مع دماغي مشغوله بالمهلبيه. نبدا ان احنا نقلبها كل شويه. وهعمل ايه؟ كل اللي هعمله هروح جايبه كده، بسم الله. تعالوا نطلع فاصل، نطلع فاصل معلش. طب ناخد مقادير البرتقال تفريز البرتقال بالجزر ونرجع نطلع فاصل. 3 كيلو برتقال حلقات، معايا كيلو ونص جزر حلقات، كيلو سكر لتر ونص ميه. الكيلو سكر مع لتر ونص ميه اتحطوا على الجزر، اتسلقوا فيه، وبعد كده بعد ما اتسلقوا رحت مصفياهم وواخده السيرب بتاعهم ده. السيرب بتاعهم ده هيتفرز مع البرتقال اكياس. ليه؟ علشان لما تطلعي تضربيه من الفريزر في الخلاط على طول ما تضطريش تحطي له ميه وسكر، لا هتاخدي شرايح البرتقال مع الجزر مع كيس السيرب تحطيهم كلهم، او كيس السائل للسكر بالميه تحطيهم كلهم في الخلاط، بقى عندك عصير برتقال مركز جدا بسبب السكر والميه الموجودين. اسهل من كده. جزر حطيته في اكياس والسيرب بتاعه حطيته في كيس بالشكل ده كده، وشرايح البرتقال شلنا منها البذر، ودي حاجه ضروريه علشان ما تمررش العصير، وبعد كده رصيناه بالشكل ده. كل طبق عندنا فيه جزر معمول بسكر، وادي شرايح البرتقال، وادي الميه اللي نزلت من الجزر. كان عباره عن 2 كيلو جزر عليهم 3 كيلو جزر عليهم كيلو سكر ولتر ونص ميه. اتسلق فيهم، رحت صفياه ورحت واخده الميه بتاعته وعاملاها في اكياس كده، ورحت حاطه الجزر في اكياس بالشكل ده كده. الطبق بتطلعيه تحطيه في الفريزر في الخلاط على طول، تطلعيه تحطي في الفريزر على طول، في الاسفه تطلعيه تحطيه في الخلاط على طول بالسكر بتاعه بميته بحاله بمحتاله، فانت مش محتاجه ان انت تسكري ولا تعملي اي حاجه تانية. ده بالنسبه لتفريز البرتقال بالشكل ده.